ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده عايزه اتكلم معاكم في الكيتو. ناس كتير سالتني اسئله عامه على الكيتو وعايزه اتكلم فيه معاكم علشان عاملين التشالنج الاسبوعين، عايزين نظبط شويه حاجات كده قبل ما نبتدي الاسبوع التاني. الكيتو ايه اسمه وعباره عن ليه اسمه كده وهنعمله ازاي وايه الفوائد بتاعته؟ الحاجات هنتكلم فيها مع بعض، مش هزود قوي في الكلام علشان ما تسرحوش وكل واحد يستفاد من الفيديو ان شاء الله. الكيتو جاي من اسمه نتيجة الكيتونز، اللي هو بيبقى طالع نتيجة الهضم بتاع الجسم للدهون، فبتطلع الكيتونز ذات اللي هي كيتون بادي، بتبقى هو ده الجسم اللي بيستخدمه كبنزين علشان يمشي بقى ويتحرك ويعمل الحاجات الحيوية بتاعته المختلفة. بنحوله ازاي الجسم يتحول ان هو يستخدم المصدر بتاع الطاقة بتاعته او البنزين بتاعه من الدهون بدل ما بيستخدم الكربوهيدرات او النشويات زي ما هو في الطبيعي بتاعنا كلنا بنعمله، ان احنا بنقلل استخدام النشويات او الكربوهيدرات ونعتمد اكتر في الاكل على الهيلثي فات او الدهون. طيب قبل ما نبتدي بقى نعرف ازاي هنعمله، انا هايلي ريكومند تنزلوا برنامج لحساب السعرات، نزلوا اي برنامج، ابلكيشنز مليانه كتير قوي. انا عن نفسي بستخدم ماي نيدري اللي هو دايما ظاهر عندي في الفيديوهات، في حاجات كتير تانية المنتشر ماي فيتنس بير برضو في ناس كتير قوي بتستخدمه. نزلوا اي ابلكيشن تستريحوا فيه وتحسبوا فيه بقى الماكروز والسعرات بتاعتكم، تدخلوا فيه البيانات بتاعتكم عادي هيطلع لكم قد ايه سعرات مفروض تستخدموها في خلال اليوم، كم كالوري يعني. هنقسم بقى الكالوري ديت هنظبطه في الماكروز، الماكروز اللي هو عباره عن الفات والبروتين والكربوهيدرات. هنظم الفات يبقى حوالي 70% والكربوهيدرات التوتال كربوهيدرات انا بفضل ان انا استخدمه 50 جرام مش بالنسبه، يعني الفات هنظبطه النسبه بتاعته حوالي 70% والكربوهيدرات او النشويات هنخليها 50 جرام مش هنزود عن 50 جرام. الكيتو 50 جرام او اقل، اللو كارب من 50 ل 100، يعني مش عايزين نعدي ال 50 جرام ديت عشان نفضل في الكيتو. لو ما نعمل لو كارب او لو حد عايز يعمل لو كارب يبقى يمشي من 50 ل 100 جرام. خلاص نزلنا البرنامج وظبطنا الماكروز بتاعتنا، الفات 70، الكربوهيدرات ما تزيدش عن 50 جرام والباقي بروتين. هنبتدي ندخل الاكل بتاعنا كل يوم بحيث ان احنا ما نزودش عن 50 جرام. طول ما احنا الكربوهيدرات بتاعتنا اللي هي النشويات اقل من 50 جرام يبقى احنا في الكيتو. الكربوهيدرات بقى اللي هتتاخد عباره عن ايه؟ عباره عن معتمده في الرقم واحد على الخضار وعلى الفاكهه، المكسرات فيها نسبه برضو، الافوكادو والحاجات دي برضو فيها نسبه من النشويات او الكربوهيدرات لان فيها الياف، فالالياف تعتبر برضو من ضمن الكربوهيدرات بس ما بتتحسبش، يعني بنحسب اكتر حاجه في النت كارب بس. خلينا دلوقتي عشان ما نكبرش مواضيع خلينا ماشيين بالتوتال كارب ان هو 50 جرام ما تزودش عنها، 70% فات والباقي بروتين. البروتينات عبارة عن هناكلها من فراخ، سمك بقى، لحمة، بيض، الحاجات دي. والفات healthy fat اللي هو زيت وزبدة، سمنة، مكسرات، بذور زي الشيا سيدز او الفلاك سيد اللي هي بذور الكتان، الحاجات دي كلها. طيب السمسم برضو، الطحينة، الالمون باتر، زبدة اللوز، زبدة الفول السوداني، الحاجات دي كلها. طيب نيجي بقى للفوائد بتاعت الكيتو. ناس كتيره سالتني هنزل كام في الاسبوع ده، يعني سؤال ملوش اي اجابه لانه في اختلاف ما بين شخص لشخص. في حد بيبقى هنا 100 كيلو وهنا 100 كيلو بس ده بياكل حاجه هتتحول لحاجه في جسمه، ده هياكل نفس الحاجه هتتحول حاجه تانية في جسمه. ده ممكن ياخد ال 100 كيلو كلها تتحرق ينزل 3 كيلو، هنا ده ممكن ياكل نفس الاكل بنفس الوزن بنفس كل حاجه ويبقى متوأم وما ينزلش ولا حاجه. ده بتختلف من شخص لشخص، مش هينفع ان حد اقول لك تاكل كذا وكذا وكذا وهتنزل 3 كيلو في الاسبوع تنزل 4 كيلو، ده مش موجود خالص. انا زي ما انا قلت قبل كده على حسب التجارب، الكلاينت اللي معايا كان 3 اسابيع مش اسبوعين، احنا عاملين التشالنج اسبوعين المره دي، بس الثلاث اسابيع نزلوا حوالي من 4 ل 6 كيلو رينج، يعني حوالي 6 كيلو في الثلاث اسابيع. بس في ناس ما نزلتش خالص انها اكلت اكتر من المفروض تاكله، عشان كده بقول لكم نزلوا البرنامج ده عشان ما تاكلوش دهون اكتر من اللي انتم محتاجينها او اللي جسمكم محتاجها، فبالتالي هتبقوا في السيف سايد. اي نعم اوكي الجسم بيتحول لمكان ان هو يحرق الدهون بس انت بتدخل له حاجات اكتر من احتياجه فهيوديها فين، فلازم يخزنها. فعشان كده انا مش مع الراي خالص اللي يقول لك هو كيتو او لو كارب او انترميتنج فاستنج حتى ما تحسبش السعرات بتاعتك، لان الحكايه حكايه كواليتي او نوعيه اكل، هي حكايه كميه اكل، حكايه
الكميه والنوعيه في نفس الوقت. يعني مش هقول لك مثلا المفروض تاكل 2000 كالوري فاكلهم بقى شوكليت وكيك وشيبسي وبيبسي والحاجات دي كلها، طبعا لا. فالحكايه حكايه نوعيه اكل، نظبط الماكروز والكميه برده مهمه جدا، عشان زي ما قلت لكم في ناس ما بتنزلش على الكيتو، ما بتنزلش ولا حاجه ولا جرام، لانها بتاكل دهون اكتر من اللازم، 70% دهون. فيلا بقى نحط زيت قد كده وسمنه قد كده وزبده قد كده، مش هينفع. طيب الفايده بتاعته ان هو بينزل الوزن طبعا لو ظبطناه كويس، طبعا بينزل كويس جدا، لان الجسم بيعتمد على الدهون كمصدر واحد في البنزين بتاعه ان هو يتحرك ويعمل الاكتيفيتيز بتاعته. لكن ليه فوائد كتيره قوي الكيتو، بس يعني مش هتعمق فيها قوي. بس افضل حاجه ان هو بيظبط الهرمونز، بيظبط الحاجات بتاعه الجسم اللي هي اللخبطه بتاعه الهرمونز، خاصه زي الاستروجين التستوستيرون الحاجات دي كلها، بيقلل الانفلاميشن نتيجه ان هو مفيش سكر في الدم زي ما احنا متعودين بناكل بقى الدقيق والحاجات والسكر والحاجات دي كلها بتزود الفري راديكلز اللي هي بتبقى مسببات للسرطان. فالكيتو بيظبط الحاجات دي كلها، بيقلل الانفلاميشن، الانفلاميشن اللي هي الالتهابات الموجوده في الجسم نتيجه وجود الفري راديكلز، فبالتالي بيقلل لي من امراض سرطانيه كتيره. والانفلاميشن اصلا مصدر لمعظم الامراض، يعني حاجات المخ القلب الاجهزه كلها تبقى سببها اصلا بيبقى في كرونيك انفلاميشن في الجسم. فالكيتو بيظبط الحاجات دي كلها. دي كانت معظم الحاجات حبيت ان انا اظبطها معاكم، علشان خاطر في ناس كتير قوي سالتني اسئله كتيره، وحبيت ان انا اظبطها قبل ما ابتدي الاسبوع الثاني. وان شاء الله اشوفكم بكره في اليوم الثامن، اول يوم في الاسبوع الثاني، وقولوا لي بقى عملتوا ايه في الاسبوع اللي فات، واي حاجه لو عايزين تغيروها او كده. وكمان قولوا لي لو عايزين حاجه معينه نظبطها في الاسبوع اللي جاي قبل ما يبتدي. ولو في اي سؤال او اي استفسار مستنياه في الكومنتس. اشوفكم الفيديو اللي جاي، معايا دكتوره هاجر مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.